سيضع مجلس الصحافه ميثاق اخلاقي، ولكن في نفس الوقت مجلس الصحافه سيشهر وينبه بالمنتهكين في حاله العود، وسيقوم باصدار تقارير، اصدار تقارير تنبه الى الممارسات غير الجيده، لانه فلسفه مجلس الصحافه هو لحمايه الجمهور، حمايه وسائل الصحافه من نفسها، حمايه الصحفيين ووسائل الاعلام من الممارسات السيئه والممارسات غير المهنيه وغير الاخلاقيه للعاملين في قطاع الصحافه، ولكن ايضا هو حمايه للجمهور من تعسف وسائل الاعلام، من خطابات العنف، من خطابات الكراهيه، من الفساد الإعلامي، من عديد الممارسات، من استعمال وسائل الإعلام لتصفية الحسابات، من عدم التزام بالقيم المهنية، قيم الدقة، قيم التوازن، قيم النقد العادل، وعدم استعمال وسائل الإعلام أيضا لتصفية الحسابات وغيرها. هذا دور أساسي لمجلس الصحافة.